عايز اقول لكم ان اللي انا هقوله في الفيديو ده كان نفسي وبشده ان انا كنت اعرفه من كتير. كان هيسهل عليا حاجات كتير قوي وكان هيسهل لي جدا جدا بداياتي في اللوحات، بس مش مشكله حصل خير. المهم ان انا وصلت له. ففيديو النهارده فيديو مهم جدا جدا وانا متحمسه ان انا اعمله لكم عشان اظن ان انا هنقذ بيه ناس كتير. اولا كده اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن، وفيديو النهارده ان شاء الله هو الفيديو الثالث في سلسله السكتشات. خلصنا سكتش الخط والكروكي في الفيديو ده، وخلصنا السكتش التحضيري الاسبوع اللي فات، والنهارده هنتكلم عن سكتش النوتات. طبعا الفيديوهات بتخدم على بعض، بس الفيديو ده تقدروا تتفرجوا عليه لوحده. المهم من غير كلام اكتر من كده، تعالى نبتدي نفهم ايه هو النوتان. سكتشات النوتان هي عباره عن سكتشات بالابيض وبالاسود. اظن ان انتوا ممكن تبقى عدت عليكم كده، وهي عدت عليا برضو. يعني انا كساره كنت فاكره ان هو ستايل يعني كنت فاكرة ان هو اسلوب رسم معين ممكن اجربه كده في يوم ما بطريقه عابره، بس بعد كده اكتشفت ان هو من اساسيات الرسم وان هو الستراكشر او العمود بتاع اللوحات بتاعتنا. ده ازاي هشرحه لكم كمان شويه، بس خلونا كده نعرفه في الاول. النوتان هو عباره عن ان احنا بنبسط الحاجه اللي احنا شايفينها لتونين، الظل والنور. احنا بنلاقي في اللوحه اللي احنا بنتفرج عليها تونات كتيره مختلفه، فيها الغامق وفيها الفاتح وفيها الهاف تون وفيها الهايلايت. يعني اي لوحه هتشوفها ورايا كده هتلاقي قيم مختلفه وكتير من الفاتح والغامق. في النوتان احنا بنستغنى عن ده تماما وبنحوله لقيمتين فقط، الاسود والابيض، المساحه السلبيه والمساحه الايجابيه للظل والنور. طيب ايه المفيد في ان احنا نتعلم النوتان؟ النوتان بيخلينا ناخد خبره كبيره جدا في ان احنا نقرا الظل والنور بشكل قوي، ونخلق كونتراست او تباين في اللوحات بتاعتنا، ويخلق فيها احساس التجسيم او ال 3D اللي بنشوفه عامه في حياتنا. يعني الاشياء اللي احنا بنرسمها مش 2D، مش الطول والعرض بس، كمان بيبقى فيها عمق. الدبس ده بيظهر جدا جدا لما بناكد على الظل والنور ونبرزه في اللوحات. والنوتان بكل بساطه بيعمل كده لانه التلخيص الاقصى للظل والنور. طيب الفيديو ده هيتقسم لثلاث فقرات كده. الفقره الاولى هو ان احنا بنشرح فيها وبنعمل اللوحات، واحده بسيطه واحده اعقد منها شويه، والفقره بعديها هو ان انا بجيب اختي وبخليها تشتغل قدامي ومعايا كده عشان اعلق على الحاجات اللي ممكن هي تقع فيها كشخص مبتدئ في سكتش النوتان، والغلطات اللي هتقع فيها هي اكيد الغلطات اللي انت هتقع فيها برضه. هنبقى لامين الدنيا كده من اولها لاخرها. وثالث فقره هو الواجب بتاعكم عشان اعمل كده تجربه للنوتان مفيده جدا، وهقول لكم بالتفصيل ايه اللي انتوا تعملوها عشان تحسنوا نفسكم في النوتان. تعالوا بقى نبتدي على اول لوحه لينا، وعشان نبتدي فيها لازم نستعين بفنان انا بحبه جدا جدا جدا، وهو كارافاتيو. كارافاتيو هو فنان ايطالي وبيقولوا عليه ماستر اوف لايت، لانه دايما بيلعب في لوحاته على فكره الكونتراست الشديد ما بين الظل والنور، وده نابع عن فهم جديد لفكره النوتان. حتى اتفرجوا على الاندر بينتنج بتاعته، ومش محتاجين والله، حتى المرحله النهائيه للوحاته برضو هتشوفوا قد ايه هي تحسوها النوتان جدا في نفسها. فاللوحة الأولى اللي احنا هنعملها واللي أنصحكم برضو إن انتوا تجربوا وتتدربوا عليها هيبقى الريفرنس بتاعها لوحة من لوحات كارافاتيو. اوكي حطينا اللوحة بتاعتنا وخلاص هنبتدي. هحط لكم كل صورة أنا هستخدمها أو ريفرنس أنا هستخدمه في الديسكربشن بوكس، ممكن تروحوا تحملوها أو حاجة. حاجتين أساسيتين، وللأمانة هما دول الحاجتين اللي احنا بنخلي بالنا منهم أصلا واحنا بنرسم نوتان، مفيش أي حاجة تانية تتقال أصلا غيرهم. وهو إن واحد بنعمل حركة كده بعينينا اسمها سكوينتنج يور أيز. يعني إيه؟ بص هي عبيطه شويه معلش، بس هي بجد اللي بتنقذنا في ان احنا نشوف الحاجه بطريقه النوتان، اللي هو ظل قوي ونور قوي. اوكي بنعمل فيها ايه؟ احنا بنعمل كده يعني كاننا مغمضين عينينا، بس احنا مش مغمضين عينينا، احنا بس مفتحينها بدرجه قليله قوي قوي قوي. ساعات بنقول عليها ان احنا بنبربش عينينا، احنا مش بنحاول نبربش على قد ما احنا بنحاول نغلقها من غير ما نغلقها خالص. ليه احنا بنعمل الحركه دي؟ بصوا على الصوره اللي انا حاطها لكم دي دلوقتي، هتلاقي ان هي توناتها كتير جدا جدا جدا، مش بالضروره نقدر نقسمها لتونين فقط اسود وابيض. عشان نخليها كده بنعمل السكوينتنج ده اللي هو نغلق عينينا شويه كده، فالضوء اللي داخل عينينا عشان نشوف الحاجه بيبتدي يقل عشان احنا خلاص بنقفلها، فمن خلال الحركه دي التونات بتبتدي تقل، ويا اما بتتزق ناحيه الضوء يا بتتزق ناحيه الظل. ممكن تجربوا وتعملوها دلوقتي، يعني انا بعمل كده دلوقتي عند الستاره قدام الستاره، وبرده لما بغلق عيني الظل بيبان قوي والنور بيبان قوي. ودي النصيحه الاولى احنا بنستخدمها كتير جدا، انا بستخدم الحركه دي طول الوقت. والنصيحه الثانيه عندنا هو ان احنا نشغل دماغنا شويه.
يعني احنا نقدر نقرا في اللوحه اللي احنا شايفينها فين الاضاءه الساقطه على العنصر بتاعنا. يعني الجزء ده تحسه ان الاحمر فيه غامق فانا هعمله باسود او انها هخليه في الظلال مع انه هو منور، هو لسه موجود في الاضاءه. الجزء ده هو الموجود في الظل. حاجه زي دي هنفهمها جدا لما نبتدي نشتغل، استنوا عليها شويه. فيعني انا اسفه ان انا طولت عليكم بالكلام، يلا بينا نبتدي. وانا هشتغل في اللوحه دي بالجواش، هستخدم اللون الاسود طبعا بس، والورقه بتاعتها هتبقى بيضاء. انا هستخدم جواش عشان في اماكن كتيره قوي سودة، وانا لو اشتغلت ماركر هتشل، فلو انتوا عايزين تشتغلوا بالماركر اشتغلوا بالاكريليك، المهم يبقى قيمه واحده فقط من اللون. ويلا بينا. تمام، بصوا لوحات كارفاتشو من اسهل اللوحات اللي ممكن يشتغل عليها، هو خلاص عمل المجهود وحلل الظل والنور لوحده، فانا ما بحتاجش حتى ابربش عشان اقيم فين الغامق وفين الفاتح. انا شغاله على الورق الابيض، فانا حاطه الاضاءه بلون الورقه وبشتغل بلون الجواش بتاعي الاسود بالاماكن اللي فيها ظل. شايفين الحاجة اللي رابطها عند دراعه دي؟ الحاجة دي لونها اغمق من السكين تون، بس هي لسه برضو محطوطة تحت الاضاءة، فانا مش هقدر اغمقها. ممكن اعمل لاين بسيط بشكل الظل اللي عاملاه القماشة على البشرة، بس اكتر من كده مش هقدر اغمقها. وانا ماشية على فكرة مش بحاول خالص ان انا اركز في التنسيب، انا مش شغالة حتى باوتلاين رصاص وبعد كده بغمق عليه، لان مش ده المهم هنا. المهم بس ان انا براعي زي ما قلتلكو الغامق والفاتح. شايفين في خط هنا بتاع الدراع ده هاف تون، ممكن حد يزقه ناحيه الاضاءه وحد تاني يزقه ناحيه الظل. انا بالنسبه لي هزقه ناحيه الظل وهعمل لاين وزنه خفيف، عشان انا شايفه ان من الاحسن ان احنا نبرز الدراع. وبكمل زي ما قلت لكم على هذا الاساس. الراجل ده يعني طلع بكرش معايا شويه معلش بس عادي مش مشكلة. الفرشة اللي انا بستخدمها دي لطيفة في الموضوع ده، لان هي قادرة تعمل لي خطوط رفيعة وقادرة تعمل لي كتل لونية، وده اللي احنا محتاجينه. الجزء ده اللي انا بغمقه خلاص عامل الخلفيه كلها غامقه زي ما احنا شايفين، بس انا قطعاه في حته واحده. القطعه دي هي اللي بتشكل لي الاناره او الضوء الموجودين في العصايه، وده جزء مهم ان انا اوضحه. برضو بحاول اظبط الاجزاء المظلله الموجوده في الايد وخلال القماشه. شايفين الخط اللي انا عاملاه ده؟ هو مش بالضروره نعمله، يعني في خط ظل تحت اليد، بس تحت الدراع الخط ده ما بينه وما بين القماشه الحمراء تقريبا، هما الاثنين متسلط عليهم ضوء وهما الاثنين المفروض يبقوا معمولين ابيض فقط. تقدروا تشيلوا الخط ده، تقدروا تخلوه موجود ومتشال في النص مثلا، بس تمام يعني مش وحش. الجزء ده من العصاية ممكن حد يشوف ان في اضاءة، بس انا شايفة ان هو مظلم، انا خليتها كلها سودة. برضو القماش موجودة في الظل. الحتة دي بقى اللي انا رامية فيها شوية اضاءة في القماش، ممكن حد تاني يجي يقول لا انا هخليها في الظل كلها، وبرضو هتبقى ناجحة في الحتة دي، بس انا حسيت ان انا عايزة ادفعها ناحية الضوء اكتر، وان هي تبان في وسط الضلمة وتبقاش الجزء ده كله مظلم. بس لو حد قرر ان هو يعملها كده برضو مش مشكلة. الجزء ده في القماشه فيه لعب كتير وفيه تركيز شويه، عشان فيها هاف تونز وفيه قرارات لازم تتاخد، فانا قررت في اجزاء معينه ان انا اخليها مظلله. وطبعا الحته ناحيه الركبه دي طبعا ضلمه، وناحيه الظل تماما. وانا هكمل بقى الاسود اللي موجود في كل اللوحه، وممكن كمان احط عليها طبقه تانية من الجواش عشان احساس التلطيش ده يروح.
الريفرنس اللي انا شغاله عليه في اللوحه دي من تصوير الفنان محمد غريب، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن في اول كومنت. انا مسرعه الفيديو قدامكم عشان انا عايزه اخليكم تبصوا على البروسيس بتحصل ازاي، او اللوحه نفسها بتتكون ازاي سريعا في اللوحه دي، في كل لوحه كارفاتشو، عشان يبقى عندكم استيعاب كده للمراحل اللي انا بعملها وايه اللي انا بركز عليه وايه اللي انا مش بركز عليه. كمان شويه وانا شغاله مع اختي هنشرح بقى بالتفصيل الممل وببطء شديد، عشان لو حد حاسس ان الدنيا سريعه عليه دلوقتي ما تقلقوش. اللوحه دي اصعب شويه من كارفاتشو عشان بقى الهاف تونز كترت معايا، وحد ممكن يخاف مثلا هو يغمق حاجه قوي زي ما انا غمقت في الوش، بس عادي هي الوش غامق كله. اصعب حاجه في اللوحه دي قابلتني هو الحيطه، لان الحيطه فيها اماكن غامقه بس مش غامقه بالقدر الكافي اللي انا احس ان هو اجذبه ناحيه الاسود، فانا خليتها في الاخر وقررت في الاخر. سكتشات النوتان من الحاجات اللي احنا لازم نخلصها بشكل سريع، وعينينا رايحه جايه على اللوحه، ما تترددوش، ولو غلطتوا مش مشكله عادي، ده في الاول في الاخر سكتش احنا بنتمرن عليه. حتى لو انتوا عملتوا حاجه غلط دلوقتي ممكن تصلحوها بجواش ابيض او اكريليك ابيض، او ما تصلحوهاش مش مشكله، اشتغلوا على سكتش تاني. بحر الكلب ده من الحاجات اللي انتوا لو عملتوا بربشته بعينيكوا جامد هتلاقوا ان هو منجذب ناحيه الظل، وفي تغير ما بين رجلينه، يعني هتلاقوا ان الرجل اللي ورا سايبها فاتحه بس الرجل اللي قدام فيها اجزاء غامقه. ففي حاجات كده بنخاف نعملها بس لما بنعملها بتطلع ناجحه في الاخر. الشجر والزرع برضو من الحاجات السهلة قوي انها تتعامل في النوتان لو انتوا مختارين الريفرنس صح. انا قررت خلاص ان الجزء بتاع الحيطة يبقى غامق عشان ده تصميميا بالنسبة لي انسب، ان الحتة دي تبقى غامقة وحتة السماء اللي عند البنت تبقى فاتحة، فعامل كونتراست في اللوحة بشكل لطيف. اوكي تعالوا بقى ندخل على المرحله اللي بعدها. المرحله دي اختي اللي هتشتغل فيها وانا هعلق عليها واقول لها ايه الحاجات اللي هي ممكن تظبطها اكتر، والحاجات اللي عملتها غلط، الحاجات اللي عملتها صح. ده اظن هيفيدكم جامد، زي ما قلت لكم انه دايما ما فيهوش شرح كتير، هو في تجربه والتجربه هي اللي بتعلم. ايه صوره طيب عشان نشتغل عليها؟ ايه رايك في دي؟ طيب بصوا، عشان مش عارفه هو باين عندهم ولا ايه، باينه الحاجات اللي بتبقى فيها اضاءه عاليه دي بيبقى فيها احساس الظل قليل قوي، فبتبقى صعبه قوي في الرسم. احنا محتاجين حاجة الاضاءة فيها بتشكل ظل، فنقينا بقى الصورة دي حطها لكم كده جنب اللوحة وهي شغالة. والله هي جامدة قوي. اتفضلي بقى ست الكل. ماركر وجمجمة دي هتطلع معاقة جدا معايا اصلا. ده هتطلع زي الفل، هتطلع مضروبة على دماغه لما مات. هقولك حاجة، بصي احنا لو انتوا عايزين، لو موضوع ماركر مخيف لكم، ممكن نعمل اوتلاين كده خفيف برصاص زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، اوتلاين من غير تفاصيل خالص. فاكره الفيديو اللي فات؟ انا مذاكره والله. يعني انا اقدر. جمجمه دي كبرت قوي. لا هي كبيره، شوفي خط الجمجمه ده وصل لايه. هي وصل لمنتصف دي. ماشي انت عامله صح. ازاي جمجمتنا دي شكلها اكتر حاجه مخيفه في العالم؟ بحس ان العظم شكله يعني مثير للاهتمام قوي. احنا من بره كيوت ومن جوانا عو. هو عو اللي حصل. هو احنا دورناها ليه؟ اغمى ابربش عيني. انت بتبربشي كل ما انت بتحسي ان انت محتاسه. مش عارفه تقرري التون ده، الهاف تون ده رايح على النور ولا رايح على الظل. يبقى مش فاتح عيني اصلا. بالظبط. في حاجه معينه بتدي بيها ولا بتدي وخلاص؟ ابداي بحاجه انت حاسه ان انت متاكده ان هي سواد، المفروش اللي ورا انها ظل. بالظبط خلاص ابداي بيه. الاسود من الحاجات اللي بتربك الواحد، لان الاضاءه فيها ما بتبانش، وده قرار انتوا ممكن تاخدوه مختلف عني. مثلا انا بشوف ان الاسود من الحاجات اللي بيمتص الضوء، مفيش فوتونات بترتد للعين، او فوتونات قليله اللي بترتد للعين، فبالنسبه لي ده بيشكل منطقه ظل ايا كان بقى هو في النور ولا لا. فصعب قوي ان احنا نشوف حاجه لونها اسود ونخليها فاتحه او نخليها لونها ابيض. هي غامقه دي، غامقه ولا ظل؟ لون المعدن هو اللي صد شويه، بس الجزء ده اللي انت عاملاه هو الظل. بصوا انتوا مش شايفين، بس هي بسرعه بتدخل بوشها لجوه يعني. تمام. فوانتوا شغالين على اي حاجه ما تدخلوش ايديكوا هي اللي بتروح، وانتوا بتفضلوا مكانكوا عشان تتراقبوا انتوا بتعملوا ايه، مش بتروحوا كلكوا للوح. فاهم حاجه؟ بس انا عايزه ادخل جواك كده عشان احط الخط. عشان مش هتشوف الخط كده. بصي خلي الحاجه الريفرنس بتاعك على شمالك، انت شغاله بايدك اليمين، فايدك اليمين بتغطي الريفرنس وهو هنا.
انت عارفة انت ايه حصل معاكي؟ انت استثمرتي قوي في التفاصيل لدرجة ان انت ما عندكيش احساس بالكل. جزأتيها لدرجة ان احساسك بالعنصر ككل ضاع. فالحتة دي مثلا كبرت قوي عن الباقي، شايفة؟ يعني تحس ان كل حاجة وقت لوحدها. بس تمام تمام. مش موضوع حقيقي. مش موضوع، انا بقولك عامة. بس مش موضوعنا دلوقتي. هي نسبياً كل حتة في حتة نسبياً زي الفل. بس خلي ايدكي على الروحة، اتحركي معاها، روحي وتعالي. يعني ما تروحيش وترجعي وأراقب وأدخل وأراقب وأرجع. أيوه بالظبط، خليكي زي ما انتي، كملي. عملنا تورتة يا ولد. أنا جايباك اتنمر عليك. أنا أخدت بالي. حتة دي بتاخدهاش بالاستسكاء، يعني بالاستسكاء. يعني لو انا كده انا بستسكى ما تبصلهاش وعينيكي مفتوحه، لان الجزء ده لو انت مغمضه وانت شغاله كل ده كان هيتلخص اكتر من كده. انا عندي سؤال. الجزء المضيء ده ده ماشي، هو مش مضيء، بربش عينك كده شوفي راح فين. هل راح للاضاءه اكتر ولا راح ظل اكتر؟ لو راح للظل بشكلها وحش؟ لا، انت بتحطي على اساسها على شكلها وحش ولا لا؟ ده كده الراجل اتدمر. مع ان مثلا في نور هنا مش منطقي، بس هسيبهولك. اون سكند ثوت، الحته دي هتبقى احلى لو هي في الظل. يعني هي فيها أضاء. انت قلتي احلى، احلى ما تشوف بالاحلى، احلى ما تشوف. هي فيها اضاءه، بس انا وانا مبربشه بعيد هي رايحه ناحيه الظل جدا. بص هو الحاصل ايه، بص الاضاءه جايه من كده من هنا، فمنوره الجزء ده ومنوره الجزء ده ومنوره اجزاء من اللي فوق، فده ماشي ولا هو في الظل الفظيع اللي زي المكان ده او زي المكان ده، بس هو لسه بعيد عن الاضاءه المباشره اللي جايه من فوق. فاهماني؟ حتى لو هو كان في النور هيبقى الطف برضه ان احنا نغمقه عشان يحصل تضاد هنا ما بين الفاتح والغامق. اغمقها كلها كتله ولا اظن ده لو دي امتع حاجه. يعني دي ودي 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 وانا مربش عيني كلهم غامق متصل. الجزء ده بقى ما انا سايباها في الفاتح، سايباها في الفاتح علشان هو منور قوي جنب اللي جنبه وعشان يبان شكله حلو. انا من وجهه نظري ان هو غامق، ممكن اجي هنا وغمق ان في غمقان هنا. انا عاملها، هعمل الجزء ده كله غامق، خلي الجزء ده غامق برضه. تغمقها يعني؟ لا ما تغمقهاش يعني خلاص. لو انت شايفه ده دي حره شخصيه. يعني انت قررتي تعملي الغامق الابيض غامق صح؟ ده غامق اهو، وانا مبربشه دي كلها غامق. وده اللي انا كنت بكلم فيه من شويه، بقول الصعب هنا هو ان احنا نحدد الغامق بتاع الابيض فين؟ ان الهافته يعني الغامق بتاعه ما فيش استفاده، فاهم؟ انا بعتمد ان ده غامق بعيد عن اللون. الجزء ده من الخلفيه انا شايفه ان الحته دي غامقه والحته دي فاتحه. هنقول سريعا كده ايه الحاجات اللي احنا غلطنا فيها. تمام، شايفه ان هو خلى اللون الازرق ده كله اسود صح؟ كانت تبقى ظلمه قوي. بصي هو انا اللي كنت بشوفه على لوحات الناس ان هم ساعات كتير قوي اي لون غامق بيودوه ناحيه الاسود، زي ما انا يعني اتكلمت شويه عن الاسود فكره انعكاسه عن الضوء وكده، بس ده معرفش ده هاري من عندي. بص اصل هقول لك حاجه، لو كانت دي زرق سوده فانا ما كنتش ينفع اعمل المفرش الابيض اسود. هو مخلي مفرش الابيض ابيض ما عدا الاجزاء الغامقه جدا. تمام، انا ستيل شايفه ان هو تكوين لطيف. يعني انا ستيل شايفه ان انت تحليلك للاسود والابيض حلو، والحته في الجمجمه دي احنا اتخانقنا عليها كتير قوي، بس انت عاملاها لطيف برضو. يعني انا كنت عاملها في الاضاءه كلها، بس هي خلت الجزء ده رايح للظل واللي فوق منور اكتر. هو تصميميا بس احنا بنحاول نراقب ايه الاسود وبيترد عليه ازاي. فراغ ده ابيض اتردت عليه بكتله سوداء كده، بقول لك الفراغ ده لو كان ابيض وترد عليه بكتله سوداء هنا عشان يبقى عامل كونتراست على الاسود اللي فوق كان هيبقى لطيف. وبرده شايفه ان الاسود المكمل على حلو برده لطيف. هو الحلو بس اللي بيخليكي تشوفي الظل والنور بجد، ان في الالوان دي اصعب حاجه عندي، دي حقيقه. ما بقاش شايفه الظل والنور تماما. بنعود نفسنا ان احنا بقى ايه نفكس للالوان. مع انها يعني احنا ما حاولناش الصوره، احنا شغالين عليها ابيض واسود، احنا لسه الوان بس احنا
بنتجاوز الحتة دي ونركز بس على الإضاءة والظل. شكرا. اوكي كده احنا عرفنا الاسلوب البيزك المبسط جدا للنوتان. انا فاهمه ان انتوا ممكن تبقوا لسه مش مستوعبين النوتان ده بيخدم علينا ازاي في لوحاتنا. يعني هعمل ايه بالنوتان ده في الرصاص؟ هعمل ايه بالنوتان ده في الزيت؟ احنا نعمل كتير، لان كل الاندر بينتنج بتاع الزيت هو عباره عن سكتش نوتان نستخدم فيه ترابنتين ولون محايد زي البني او الجراي نبتدي بيه اللوحه بتاعتنا، وكذلك نفس الشيء بالرصاص. الرصاص لما بنبتدي لوحاتنا بان احنا نحدد الظل والنور وبعد كده بنضيف عليه تونات، يعني نغمق شويه هنا نفتح شويه هنا، ده بيسهل علينا جدا اللوحات بتاعتنا. وان شاء الله ده اللي احنا هنعمله في السكتش المدروس في فيديو اللي هيجي قريب ده جدا. فكويس جدا ان احنا نعرف الاساس، نعرف نخلق كونتراست او تباين واضح في اللوحات بتاعتنا، وبعد كده نخلق هاف تونز براحتنا في اللوحات. عايز اقول لكم حاجه كمان، ان الفيديو ده احنا استخدمنا النوتان بشكل اكاديمي بحت. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنقعد نجرب بقى ازاي نقدر نزق النوتان ونخليه كرييتيف اكتر، ونعمل بقى تجارب. انا متحمسه قوي الفيديو ده عشان انا هقعد العب فيه كتير جدا. اوريكم كده جانب ابداعي مختلف. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه روشه جدا جدا، وهو ان احنا هنعمل لوحه بالمشقلب. عشان افهمكم حاجه مهمه، وهي ان الاعتماد الكلي في النوتان مش الخطوط بتاعتنا والتنسيب. الخطوط هنا بلا معنى، لان احنا بنكون كتل لونيه، كتله غامقه جنب كتله فاتحه جنبها كتله غامقه تانية، وبنشكل اللوحه بتاعتنا كلها على هذا الاساس. فكره ان احنا نعمل لوحه بالشقلوب او بالجنب او ايا كان، فكره بتفهمنا جدا الكونسبت ده، وهو ان انا حرفيا دلوقتي انا مش شايفه التكوين صح خالص. في الاول وانتوا شغالين دماغكم بتحاول على قد ما تقدر تقلب التكوين، تعدلوا كده في دماغكم عشان تشتغل على هذا الاساس، وبعد كده لما بتركزوا ان انتوا ما تفكروش بهذه الطريقه خلاص بتعتمدوا بقى ان انتوا بتحطوا حتت سودا بالماركر وحتت بتسيبوها بيضه، ويعني على الله لغايه ما نشوف احنا عملنا ايه في الاخر. وده تريم مهم جدا انا عايزاكم تعملوه. هسيبكم كده مع الفيديو لغايه ما تشوفوا الرسمه بتاعتنا لما نقلبها تطلع مظبوطه ولا لا. اوكي طلعت مظبوطه والله، انا كنتش متخيله انه انا بقلبها كده بشوفها انت هتطلع ايه بالاخر، بس طلعت حلوه. انا انبسطت قوي بالتجربه دي، هي بتوجع الدماغ شويه للامانه، بس التدريب حلو قوي عملوه. فده الواجب بتاعكم ان انتوا تعملوا لوحه بالشقلوب، ده غير طبعا ان انتوا تعملوا سكتشات كتير. انا كل في اخر نهايه كل فيديو بقعد اقول لكم كده اعملوا سكتشات كتيره قوي 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 بالنوتان، وهو ماركر وورقه. وعايز اقول لكم حاجه كمان، ان انتوا عشان تكتشفوا مثلا اللوحه بعد ما تخلصوها، بعد ما ترسموها وتخلصوها عشان تكتشفوا انتوا حللتوا الظل والنور ده صح ولا غلط، هاتوا الصوره الريفرنس بتاعكم وزودوا الكونتراست في الايديت على الاخر، عشان الكونتراست في الايديت لما بيزيد خلاص بيعمل ظل قوي ونور قوي. الفكره بتاعت الفيديو اصلا يعني فكرنا الصوره بالكونتراست العالي ده مع السكتش اللي انتوا عملتوه، وشوفوا انتوا غلطتوا في ايه، وايه الحاجات اللي انتوا مثلا غمقتوها وهي كان المفروض تفضل في النور، وايه الحاجات اللي كان المفروض تخلوها في الظل وانتوا مخلينها في النور وكده. يعني بس كده احنا خلصنا الفيديو، ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهين اللي قبل ده، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو حبيتوا، وكومنت عشان انا بستنى كومنتاتكم وبفرح بيها جدا جدا. وبس كده حاسه انه بس كده. في حاجه تانية المفروض اقولها؟ ما اعتقدش. خلصوا الواجب بتاعكم وابعتوا لي على انستجرام، تمام؟ هستناكم هناك، وشكرا جدا جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.